جمالياته الشكل السينماتوغرافي ودلالاته السردية بين الفيلم الروائي والدراما التلفزيونية. دراسة مقارنة في الشكل السرد اللغة السينمائية هو عنوان أطروحة الدكتوراة للباحث محمد أكرم عبد الجليل الحديثي التدريسي في جامعة النهرين. وتعد هذه الدراسة هي الأولى في الاختصاص لكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد كدراسة مقارنة، والتي تميزت في كونها تؤدي إلى الكشف عن مستويات التوظيف الجمالية والدلالية والبنائية الدرامية بين الفيلم الروائي والدراما التلفزيونية داخل المنجز الفني لكل منهما. هل التلفزيون له لغة مستقلة أم عن السينما؟ في الحقيقة هذا البحث جاء ليحل هذه الإشكالية ويؤكد أنه عناصر لغة الصورة هي واحدة سواء كانت في السينما أو في التلفزيون، ولكن الاختلاف في كونها السينما والتلفزيون وسيلتين ينتميان إلى وسيط تعبيري واحد. اشتغال هذه العناصر عناصر الشكل تختلف من حيث التلقي، يعني عنصر التلقي لعناصر الشكل في السينما غير اشتغاله في مجال التلفزيون. وقد تضمن البحث مجموعة من المحاور تمثلت في نشأة وتطور الوسيط السينماتوغرافي والسرد بين الفيلم الروائي والدراما التلفزيونية، كما استعرض الباحث عناصر السرد في الوسيط والأنساق السردية وآليات اشتغال الفضاء الزمني السردي، مستعرضا كيفية تلخيص الزمن وأساليب إبطاء وتسريع الأزمنة السردية، فيما تناول المحور الثاني عناصر البناء الدرامي في الوسيط السينماتوغرافي عبر بنية الحوار وبنية الشخصية ووحدة الموضوع القصصي، ومن ثم العروج إلى الحبكة فيه والتوالد السردي عبر التمهيد وانطلاق الحدث باتجاه التصاعد الحدثي الدرامي وصولا إلى الصراع باتجاه الذروة، ومن ثم نزول الأحداث باتجاه الحل والنهاية، بمقارنة كل عناصر البناء الدرامي بين الفيلم الروائي والدراما التلفزيونية. عدت هذه الدراسة هي الدراسة الأولى في القسم، وقد تميزت بامتداد فضائها النظري مع الكثير من الأمثلة الفيلمية التطبيقية التي تعنى بالمقارنة بين الوسيطين، والتي أخذت حدودا واسعة بامتدادات علمية وثقافية أجهدت الباحث، ولكن كانت نتيجة لتميز هذا الجهد. شكري طبعا أتقدم لعمادة كلية الفنون الجميلة وقسم السينما والتلفزيون الذي أمهلت منه أجمل المعارف، والتي تميزت بفضل أساتذتي الكرام وخصوصا المشرف ومن واكبه رحلتي العلمية التي هي نتاج لهذا الجهد أهديه لهذه المؤسسة العلمية رصينة. وتمثل المحور الثالث في معطيات الشكل والتجريب في الفيلم الروائي مقارنة بالدراما التلفزيونية التي تمثلت في شكل وطبيعة التلقي بين الفيلم الروائي والمسلسل الدرامي التلفزيوني وشكل النهايات في كل منهما، كما تناول عناصر الصوت وشكل المكان والمونتاج والإضاءة واللون عبرهما. ويعد هذا البحث الأول من نوعه في هذه الجوانب، وقد حصل الباحث على درجة الامتياز. قررت اللجنة استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 33 من تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بغداد ما يلي: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها بدرجة امتياز. أمير غازي، قناة الجامعية، مكتب جامعة النهرين.